السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومات مفيدة. في برنامج معلومات مفيدة هنتكلم عن كل المعلومات اللي تهم كل مسلم ومسلمة ويستفادوا منها، سواء معلومة دينية، تاريخية، تربوية، طبية، وأيضا اجتماعية. والنهاردة معلومتنا دينية، هنتكلم فيها عن تأملات في الجزء الأول من القرآن الكريم. بعض الآيات هنستوقف عندها عشان نعرف المعنى التدبري لهذه الآيات، هنعرف من خلالها ليه الكلام اتقال كده، ليه ربنا ذكره في القرآن بالطريقة دي. هنتدبر فيها ونتعلم منها بعض الأمور. وأول آية أو أول جزء من آية في أول جزء من القرآن الكريم قال الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. عايزك وانت بتنفق مالك استشعر ان هذا المال هو مال الله، وان الذي رزقك هو الله، وليس لك فيه فضل، بل الفضل كله لله. وما تكونش زي قارون لما قال: اوتيته على علم عندي، ونسب الفضل لنفسه ونسي ان ربنا هو اللي اتاه كل المال دوت وكل الفضل له، فكان عقابه الخسف به، فخسفنا به وبداره الارض. تدبر وانت بتقرأ قول الله: ومما رزقناهم ينفقون. ان المال ده مش مالك انت، مستخلف عليه، انت تعبت عشان توصل له، ولكن الفضل كله لله وحده. تاني آية او تاني مقطع من آية ذكر ربنا في الجزء الاول استوقفني، قول الله تعالى: فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. وده كان عقاب لبني اسرائيل. اما التوبه عندنا احنا كمسلمين في شرعنا فخفيفه وسهله لمن وفقه الله، وهو الندم والاقلاع وعوده ولا تعود للذنب. فهل تبنا؟ هو ده. بني اسرائيل لما كانوا يتوبوا كانوا يقتلوا انفسهم، اما احنا في شريعتنا شريعه سهله، شريعه خفيفه على المسلمين، كل اللي تعمله الاقلاع عن الذنب والندم عليه وعدم العوده اليه. ثالث ايه: وضربنا عليهم الذل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ليه؟ بني اسرائيل لما قعدوا يكبروا مع سيدنا موسى ويعندوا سيدنا موسى ويكفروا بسيدنا موسى، ربنا ضرب عليهم الذلة والمهانة والمسكنة، ومش بس كده، ده ربنا غضب عليهم. الذل والهوان وتسلط الاعداء سببوا اقتراف المعاصي وتجاوز حدود الله عز وجل. وبني اسرائيل افضل ناس طبعا تجاوزوا حدودهم مع ربنا، لدرجه ان قالوا سيدنا موسى: ارنا الله، احنا عايزين نشوف ربنا. وكانوا دايما بيعندوا فيهم اكبر ناس او اكتر ناس قتلوا انبياء بني اسرائيل. الايه اللي بعد كده: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. ذم الله اهل الكتاب لانهم اخذوا الكتاب بدون فهم المعنى، وحتى لا نقع في مشتبهاتهم فعلينا أن نأخذ القرآن بفهم وتدبر وعمل. ربنا ذم أهل الكتاب، شوف ربنا قال إيه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يبقى إحنا لازم نتعلم كتابنا القرآن الكريم بفهم وتدبر وعمل، عشان خاطر ربنا ما يقولش ما يشبهناش بني إسرائيل ويذلنا زي ما ذل بني إسرائيل. قال الله تعالى أيضا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدقة السر هتلاقيها عند ربنا، دمعة خشية لله عز وجل هتجدها عند ربنا، تحمل أذى من أي حد يأذيك هتجده عند ربنا. لا شيء يذهب سدى، كل خير بتعمله في حياتك يوم القيامة هتلاقيه، يا إما بدنيتك هتلاقيه. اعمل الخير لله هتجد إن شاء الله الأجر والثواب. قال أيضا في الجزء الأول: إذ حضر يعقوب الموتى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تخيل سيدنا يعقوب وهو يموت بينازع خلاص في النفس الأخير ورمق الأخير، قال إيه؟ ما تعبدون من بعدي. حتى في اللحظات الحرجة ومع سكرات الموت تبقى التربية والإتمام والإطمئنان على الذرية للتأكد أنهم على الدين ثابتين. مش هتقسموا الاموال ازاي، ومش وتصلوا عليا فين، ومين اللي يصلي عليا ومين اللي ما يصليش، والكلام اللي احنا بنسمعه من بعض الناس للاسف الشديد عند موتهم.
خلي هدفك كله في حياتك على الدين، هتلاقي نفسك من نفسك كده وانت بعد عمر طويل ان شاء الله هتذكر اولادك ان انتوا بعد بعد من بعد بعدي، وان انتوا هتكونوا ثابتين ولا لا. اللهم احينا على التوحيد وامتنا على التوحيد واحسن ختامنا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، دي بعض الايات اللي استوقفتني في الجزء الاول عن الانفاق وعن بني اسرائيل وعن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال لاولاده ما تعبدون من بعدي، بيكلمهم عن اصل التوحيد، ان انتوا لما تموتوا هتموتوا على ايه. ولكن دلوقتي للاسف الشديد زي ما احنا قلنا كل الناس همها الدنيا الا من رحم الله. يا رب احينا على التوحيد وامتنا على التوحيد واحسن ختامنا، ولا تكبد ارواحنا الا انت راض عنا غير مفتونين ولا مخذولين يا ارحم الراحمين. دمتم في رعاية الله وأمنه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدالة على الخير كفاعله. أترككم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.